السلام عليكم. احنا سكان حي الكاريال خروبة، حي الامن خالد معروفة بخروبة حاسيب ونيف. رانا طالبين، انا حطينا ديجا انشغال تاعنا في بلدية حاسيب ونيف والولاية والدائرة تاع بلدية بيرجيل. رانا نطالبوا بتسوية وضعية الحي تاعنا، زعماك رانا شحال من خاطر نحطوا الرسائل، وحنا رانا كعضو في لجنة الحي تاع سكان حي الكاريال، وانا نقسمي بهذه اللجنه. انا نطالبوا بتسويه وضعيه تاعنا لهذا الحي، مطالب نطلبها كاع اللي راهم يسكنوا هنايا. خاصنا تسويه وضعيه، رانا هنايا من 2009 ولا من 2010 انا مازال ما سووا لنا والو، لا ضو لا مال. الكوليجات اكتظاظ هنايا باش دخلوا هذا العام، يقولوا ساعتين ما عندنا لا طريق لا مال لا ضو لا حشكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رانا مقبولين، واش نقول لك، واش نحكي لك، رانا مقبولين بزاف بزاف بزاف. ولادنا دروا كي دخلوا 8 خرجوا 10، يقروا زوج سوايع. رانا 3000 فايته 3000 هنايا بنادم، فايته 3000 والله. لا انا مقبولين، رانا مقبولين تاع بزاف. شفنا الوالي ما تقبلنا، شفنا المير ما كان والو، شفنا الشاف دايره ما كان والو. خوتي رانا مقبولين بزاف، ورانا نحاولوا، رانا نطالبوا، رانا نطالبوا نطالبوا. شوفوا فينا كي ناس، فما عندنا ضوء، ما عندنا روغالات، ما عندنا والو، ما عندنا كوليش، ما عندنا والو. قسما بالله ما عندنا حي. روحوا شوفوا لنا ثاني، احنا هذه الجزائر جديده، قلتوا جديده، ها روحوا شوفوا اخويا، او جديده غير هالفوط، تحقونا غير هالفوط. اجري قال هاتك واختك وهات دير قاع، يجوا هنا على الشيطان. ها رانا مقبولين ثاني احنا عباد وعندنا ذراري، رانا مقبولين بزاف. ما كان لا كوليش لا ضو لا ما، رانا مقبولين بزاف بزاف بزاف. ولادنا هذو يدخلوا. السلام عليكم، احنا هذا رئيس البلديه، رئيس بلدية، دخلنا على رئيس بلدية، على الوالي، على شاف الدايرة، قالوا لهم نسوي التسوية تاع الوضعية تاع القرية. كان هنا 1000 تقريبا 3000 ساكن راه ساكن هنايا، وعندنا قريب 300 تلميذ هنايا، يروحوا من مساكين، من كاع، مازال خيرات هنايا. هاي كل يوم يقولوا لنا اليوم الضوء عندك خيطان، لا ما، لا ضوء. كل خطر هي ضرب غوريا ضربها مسكين هنا، مكون مقرايه ضربها هنا راه في السبيطار ضروف، رئيس بلديه كاع ما على بالاش هنا، شكاين ما كاش، يجي يضرب طلع منه هو وصحابه ويفوتوا. شيخ نهربوا طريق هذا، لا طريق عندك 8 عاد التيرامي تاعو هنا، كل يوم مساكين غايب بناتنا يطلعوا منا، والله كل يوم ترى مشكله، كل يوم يوميا هذه. لا طالب من رئيس البلديه وسيد الوالي شاف الدائرة، شوف في هذا القرية هذه راه فيها ناس هما تاع سكان شوية كبيرة، ورانا خصنا كل ظروف حياة المعيشية، ما عندنا لا ما لا ضو لا غاز. ولادنا سن أولى يمشي واحد زوج كيلو باش يدخل، ورانا شوية نعانوا في هذه القرية. ناشدوا السلطات المعنية، الوالي رئيس البلدية، يدير لنا تسوية الوضعية هنا، هذه هي. أنا نقرأ على الظلمة وخصنا غير شوية الماء، ما باش عندنا الماء يا سلبي.